إذا خنطرتش محمد السادس. حنا دابا المشاهدين راه تحت القنطرة بالضبط. زوينة الدنيا هنا الطبيعة. شنو بالك الوالدة في هاد الطبيعة؟ زوينة. ها؟ بالنسبه لك البريجي دايره بحال هادي فوقها مبرده زوينه. نقربوا للمشاهدين شويه الصوره. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ مزيان، يا ربي تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. المهم بغينا ندير واحد الدوره خفيفه، غادي نمشيو للقنطره ديال محمد الخامس ان شاء الله، وبغينا نشاركوها معكم ونعرفوكم بها وحكم ما قديمش بزاف. يلا الدار جديده. المهم خليكم مع الفيديو ونتمنى يعجبكم. تبارك الله عليكم، وما تنساوش الاشتراك اللي مازال ما شاركتيش، اشترك الان فضلا وليس امرا. الله يجازيكم بخير. تبارك الله عليكم، خليكم مع الفيديو. تحياتي. طالعين هذه الهبطه طلعت شطات الهبطه ديال اش اخالي هذه؟ شطات وطالعين. وطريق واش من طريق يا يوسف؟ الو وليده، ها القرابي. السلام عليكم مشاهدين، كي دايرين؟ لاباس عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. تعطلت عليكم شويه، كنت عيانه، الله يجيب الشفاء للجميع. تبارك الله، واخا كندير خريجه من باب الدار نتمو غاديين، حيت انا دوكا ليا كنطيحها في القرعه. شوف خيرات سيدي ربي، تبارك الله، شوف خيرات سيدي ربي، شوف خيرات سيدي ربي، غنمشي قلبه نعمه من نعمات الله تبارك وتعالى. معرفتش كيف لكم المشاهدين ولا لا. بارك الله، بارك الله على خير مولانا، ومولانا هو اللي كيعطي. سلام على الطبيعة، يا سلام. شوفوا المشاهدين، إذا خنطرت محمد السادس. زوينة الدنيا هنا الطبيعة. شنو بالك الوالدة في هاد الطبيعة؟ زوينة. ها؟ والله إلا خلابة واعرة. والله إلا زوينة. بالنسبة لك البريجي دايرة بحال هادي فوقها مبردة زوينة. نقربوا للمشاهدين شوية الصورة. قنطرة محمد السادس بين الرباط وسلا على ضفاف النهر أبي رقراق، دير فيها معلق. ها الجمالية زوينة ديالها، إن شاء الله غادي نمشيو وغادي نشوفوا الجمالية ديالها، صراحة هائلة. نتمنى يعجبكم هذا الفيديو، ما تنساوش الاشتراك، اللي مازال ما اشتركش يشترك الآن فضلا وليس أمرا، ونخليكم معنا.
حنا دابا المشاهدين راه تحت القنطره بالضبط. عرفتي شنو طاحت حجره من الفوق شكون لها؟ كيفاش كان الوالد ديال القنطره؟ الحديد كتسمعي الوالدة؟ اه كتسمعي التزفزيف ديال الحديد. شوف الزريق قداش ما شاء الله. الحمد لله ولاو عندنا طرقان كبار ولاو عندنا شوارع كبار. هذه المشاهدين راه اكبر قنطره في افريقيا. كنحاول نوصل لكم بعض المعلومات اللي عارف عليها، ما عارفش عليها كل شيء صراحه. هادشي اللي كاين وخاصه بالليل كتكون واحد الجماليه هائله روعه. وان شاء الله المزيد من التقدم والتالق والازدهار للشعب المغربي والملكونا طبعا حفظه الله. عرفتي غير السواري ديالها قد قد الصاله ديالنا في الارض ما شاء الله. السادس كيفاش كانت ونترجى الله يعجبكم هذا الفيديو. حنا المهم اي حاجه كنديروها كنحاول نشاركوها معكم. وتهلاو في راسكم واللي مازال ما تابونيت ابونا عندنا ويعاوننا. المهم تبارك الله عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله. تحياتي لكم.